الاستاذ لطفي سعان الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. استاذ لطفي اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. نورك الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا النهارده وملفات كتير هنتكلم فيها مع استاذ لطفي سعان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. في البدايه خليني بس استعرض مع حضراتكم اهم الاخبار المحليه والعالميه. يلا بينا بوابة أخبار اليوم. رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الكاف لمدة 10 سنوات. بوابة سبورت. الجنايني يطالب القطبين بتغيير موعد مباريات دوري الأبطال. مبتدأ البدري يدرس إعادة الحاوي لصفوف الفراعنة. اليوم السابع انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي 20 مارس. الكابتن اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأولمبي. سوبر كور. السبت اللجنة الطبية تعقد مؤتمرها الأول باتحاد الكرة. بوابة فيتو. فيفا يعتمد إبراهيم نور الدين حكما للفيديو. الوطن سبورت. مصدر علي ماهر مديرا فنيا لوادي دجله خلال ساعات والخروبي يهدده. بوابة الاهرام. الرئيس التنفيذي لليفربول يكشف عن صاحب الفضل في تعاقدهم مع محمد صلاح. الجمهوريه اونلاين. صحيفه الديلي ميل. الكاف يبحث ازمه التسريبات يوم الجمعه. كوره. مدافع غاني يقتحم اجنده ريال مدريد. واخيرا في الجول. بوكيتينو ارغب في العمل مره اخرى في الدوري الانجليزي. التحدي القادم سيكون رائعا. نبتدي بالاهلي يا استاذ لطفي. اتفضل. ومسيره النادي الاهلي المحليه اللي ماشي فيها بشكل اكثر من رائع حتى الان. انتصارات عديده متتاليه 14 انتصار تحديدا من خلال 14 مباراه. تقييمك للفترة اللي فاتت بالتحديد فيما بعد مباراة الهلال والتأهل لربع النهائي دوري أبطال أفريقيا. ابتدينا مباراة البيراميدز ومباراة طلائع الجيش. بما أن بيراميدز كانت تمثل عنق زجاجة بالنسبة للأهلي. عنق زجاجة. طبعا على اعتبار أن الأهلي لم يفز على بيراميدز منذ مسماه الجديد. فعمر طبيعي تعتبر عنق زجاجة بالنسبة للفريق. طبعا بتبقى مدية ضغط على اللعيبة بشكل كبير جدا. تمام. انها ازاي تخرج من عنق الزجاجة وتحقق اول فوز ليها على بيراميدز. فكان امر طبيعي جدا ان يبقى في توتر في المباراة. كان امر طبيعي جدا ان الفوز يتأخر نظرا لحالة التحفز بين الفريقين. الكل بيدافع عن وجوده ومكسبه. بيراميدز عايز يواصل الاستمرار. الاهلي عايز يكسر هذا الفوز وايقافه وخطوه الى الامام في سباق بيراميدز والنادي الاهلي على المدار السابق. تمام. بعد بيراميدز طلائع الجيش كان برضو نفس الامر. الاهلي عايز يحافظ على الصداره، عايز يحقق العلامه الكامله، عايز يحسم الدوري مبكرا. كويس. عشان يقدر برضو يشوف ما إذا كان هناك دفع ببعض العناصر الصغيرة من الشباب في المراحل المتبقية كنوع من استكشاف. يعني يشوف اللعيبة ويقدر يحكم عليهم مين هيبقى موجود معاه الفترة الجاية، مين يروح يتحط تحت ضغط المباريات بشكل أفضل. تمام. مع الفريق الأول يبقى في نوع من الحراك عند المدير الفني بحيث أنه يقدر يوفق ما بين كاس ودوري وأفريقيا. فبالتالي النادي الأهلي ناجح لحد دلوقتي من جميع الجوانب فنيا شك. كمان بتتفق؟ مفيش شك طبعا. مفيش شك. الأداء في ماتش طلائع الجيش كان أحسن، الناس مبسوطة من الأداء بشكل أكبر. رأيك إيه في البداية؟ أمر طبيعي أن مباراة طلائع الجيش ما فيهاش توتر زي مباراة بيراميدز. التوتر في مباراة بيراميدز هو اللي أثر على شكل الأداء. تمام. لكن
ما فقدهوش في بيراميدز ورجع له في الجيش. يعني الحسابات اللي بتبقى خاصه بكل مباراه وظروفها. امر طبيعي. امر طبيعي. مباراه بدليل ما قالت اليه المباراه، ما وصلت اليه المباراه من انذارات وطرد وما الى ذلك. يعبر عن حاله التوتر لدى الفريقين وده امر طبيعي جدا لو هناك نوع من هنقول ديربي خاص ما بين بيراميدز والاهلي. طيب المرحله اللي جايه هي المرحله الاكثر اهميه في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. عندنا مباراه المصري يوم الجمعه بعد بكره باذن الله تعالى، وبعد كده تخش على بقيه المباريات بقى على مدار هذا الشهر، الزمالك ماتشين وماتش سان داونز، والماتش الثاني هيكون في اول الشهر اللي جاي يوم 7 تحديدا. بتشوف المرحله ازاي يا استاذ لطفي المرحله اللي جايه، وايه المطلوب من النادي الاهلي على مدار هذا الكم الهائل من المباريات في ضغط كبير جدا في عدد الايام يعني. واضح ان ضغط المباريات في هذه الفتره تمام. امر طبيعي جدا ولا مفر منه اذا كان هناك نوع من انواع الالتزام بجدول المسابقه. تمام تمام. الاهلي زيه زي الزمالك بيلعب في افريقيا، بيلعب محلي، امر طبيعي جدا انهم الاثنين عندهم نوع من توافر اللاعبين على الدكه وفي الملعب بشكل كبير جدا، فان هو ممكن يعمل نوع من التبديل السريع للمراكز مع اللاعبين، ده متاح جدا في ايه في الناديين. تمام. ما اقدرش اقول ان هو موجود في نادي تاني. امر طبيعي ان انا هيبقى عندي ضغوط في الماتش اللي جاي. امر طبيعي ان انا هيبقى عندي تحفز في المنافسه. انا عندي مشكله ان سان داونز عايز اعمل عليه سكور برضو و سكور محتاج سكور ومحتاج التاهل. لما هقول لك على حاجه، التاهل ده امر طبيعي. تمام. التأهل ده أمر طبيعي. أنا قصدي الأهم إيه؟ الأهم التأهل. تمام. لكن برضه خلي اللاعب دايما بيبقى حاطط في خياله وهو بيلعب إن أنا طب إحنا ليه ما نكسرش الرقم؟ ما هو برضه أنت بتتعامل مع بشر مش مع قوالب بتدي له أوردر فهو إيه؟ لا أنا عايز كذا بس، لا يعني برضه عنده حافز إن هو يدي سكور في الاهداف، يدي عرض كويس يرضي جمهوره، متحفز ان هو عايز يقول انا نادي القرن، ممكن اتعثر امر طبيعي جدا وده وارد في الكوره ومفيش فيه اي ازمه، لكن في النهايه بواصل مسيرتي بشكل كبير جدا. فمباراه بيراميدز مباراه سان داونز مهمه جدا للفريقين يعني برضه هيبقى في تحفز برضه للفريقين. كمان مباراه المصري مهمه للنادي الاهلي برضه بشكل كبير جدا، ومهمه للنادي المصري بشكل اكبر عشان يحسن من موقعه في الدوري الممتاز. برضه دي محك للمصري ومحك للاهلي افريقيا. اكيد الفريق بيلعب كونفدراليه وفريق بيلعب دوري ابطال، فامر طبيعي انها تبقى محك كبير جدا للفريقين انها تقدر تأدي أداء ما نقدرش نقول عليه محلي، نقدر نقول عليه أداء قاري بالنسبة للفرقتين المصري والأهلي. تمام. بتشوف تعامل مستر فايلر بالتحديد مع فريق النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت كلها، وبالتحديد لحد آخر مباراة مع طلائع الجيش، بنشوف تغييرات في التشكيل، بنشوف كم هائل من اللاعبين بيشاركوا وبجاهزية فنية وبدنية رائعة. تقييمك للجزئية دي تحديدا أستاذ لطفي؟ هو اقيمها فنيا ولا اقيمها اعلاميا ولا اقيمها من كل الجوانب؟ من كل الجوانب زي ما انت حابب. لو هقول لحضرتك عشان برضو يعني لان بيبقى في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. طب هو ليه بيلعب ده وليه بيأخر ده وليه مريح ده؟ هو المدير الفني هو ادرى واحد باللاعبين اللي موجودين. كويس. ده رقم واحد، وهو صاحب الكلمه الاولى في من يلعب ومن لا يلعب. اكيد. مساله ان انا بلعب ده وبقعد ده موضوع يخضع ليا المدرب، حتى مش يطلع يقول ده انا بلعبه ليه وبلعبوش ليه. حتى الاجابات اللي بتبقى تعقب المؤتمر الصحفي اجابات دبلوماسيه وليست اجابات فنيه. فامر طبيعي جدا ده من ناحيه التناول. هل المدير الفني مجبر ان هو يجاوب اجابات فنيه؟ لا طبعا مش مجبر. لا طبعا. لسبب واحد، يعني هيقول اسراره لخصومه لمنافسيه، امر طبيعي مش هيقول. لكن في النهايه لديه من الحنكه ان هو يتكلم بالدبلوماسيه بشكل كبير جدا. كويس. والاوروبيين في هذا الموضوع بارعين في هذا الامر. عايزين نقول حاجه برضو الى السوشيال ميديا اللي هو دلوقتي اصبحت اله من الات الاعلام. اكيد. فامر طبيعي جدا ان انا اقول يا اما انا عايز نظام يا اما عايز فوضى.
هو النظام طالما في نظام لابد ان انا احترم النظام. احنا احيانا بنبقى ماسكين العصايه من النص، عايزين نظام وعايزين فوضى، ما عندناش ما بنفصلش ما بين ان ده نظام وده لا نظام. فامر طبيعي ان انا لازم يبقى سياق المدير الفني هو اللي متفق مع التغييرات ومع الروتيشن اللي عامله في الفرقه، فامر طبيعي ان انا احترم ده واحترم كمان فكره للي جاي، لانه اكيد هو مش باصص النهارده للمباراه او باص تحت رجليه لمباراه واحده، لا باصص ان الشهر ده انا عندي كذا، فده هتعامل معاه ازاي؟ طب مين الجاهزيه؟ طب مين في احيانا في بيبقى المدير الفني نظره ان اللاعب مش هيقدر يلعب في مساحات ضيقه، فانا بكده هخلص عليه وهفتقده جوه الملعب، فبريحه بدي مساحه لحد تاني اكتر عنده مقدره انه يلعب في المساحات الضيقه. يعني بيخضع ليها تقييم فني مش تقييم هوائي. الاوروبيين ما لهمش علاقه بالمساله ما يحب او من يكره، هو بيلعب مع اللي بيكسبه بشكل كبير جدا. هو راجل بيفكر دايما في ارقامه اللي بيحققها، لان هو ده السي في اللي هيحطه بعد كده عشان يروح اي مكان تاني. اكيد اكيد هو بيتعامل معاه بشكل اكبر، ان انا جيت يا جماعه استلمت فرقه عملت 1 2 3 جهزت 1 2 3 طب ليه بقى بقول في المؤتمر الصحفي فلان بيلعب وفلان ما بيلعبش؟ هم الناس برضو مستغربين. عشان اذكر حضرتك لو رجعنا بورا كام سنه، مانويل جوزيه كان دايما يخرج غضبان من الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه، وهو كان محق في ذلك، لان في بعض الاسئله بتتسال في المؤتمرات الصحفيه ليس لها علاقه بجوهر المباراه. ليس لها علاقه بجوهر المباراه. المؤتمر الصحفي للمباراه هو مؤتمر صحفي لل 90 دقيقه او ما يعني وان زاد الوقت يعني. ده الخاص بالمباراه. لكن الازمه عندنا عشان برضو احنا مش منظمين في حته المعلومات بشكل يومي، فالصحفي ما بيصدق ان هو قدامه المصدر، فبيطلع كل اللي عنده من اسئله في نفس التوقيت. فالناس الاوروبيين بيبقوا مندهشين من اللي بيتسال، لان هم المفروض السؤال على قد المباراه، فيما عدا المباراه خلاص الموضوع منتهي بالظبط. لا، فاحنا لو عايزين نظام ياريت نرسخ النظام ونساعد برضو الصحفيين في الحصول على إجابات فيما يتعلق بما هو خارج نطاق المباراة فيما بعد. ده جزء من النظام لابد أنه يحترم. فنيا حتى الآن علامة كاملة بالضبط، ما تقدرش تتكلم في حاجة. ممكن البعض بيتكلم في بعض الأمور الفنية يا أستاذ لطفي بخصوص الأداء في بعض المباريات بيبقى قليل، بعض المباريات بيبقى أداء ممتاز بالنسبة للنادي الأهلي. يعني هي دي الجزئية اللي الناس ممكن تكون بتتكلم فيها، فأنت رأيك إيه برضه؟ عدم ثبات الأداء بالشكل اللائق ده، ده بيبقى له متغيرات. هو النهارده أنا بواجه فريق النهارده متأزم وعنده أزمة، هو عايز أقول حاجة، هو اللي هيلعب قدام الأهلي رايح يتفسح؟ لا طبعا. ده بالنسبة لأي لاعب هي مرحلة انتقالية كبيرة جدا بالنسبة له. أولا عايز يقول يقدم نفسه للساحة الإعلامية، بيقدم نفسه للساحة التسويقية كلاعب، بيقدم نفسه للساحة الفنية أنه يغازل أكتر من مدرب يشوفه في هذه المباراة. مش بالضروري أن كل واحد يلعب ماتش حلو قدام الأهلي أن أنا أضمه للنادي الاهلي، لكن ممكن يروح نادي اعلى من النادي اللي هو فيه. فامر طبيعي جدا ان انا اي فريق هقابله هيبقى شرس معايا، مش هيبقى المباراه بسهوله. بتتعرض احيانا ان المستوى يقل عن مباراه الاخرى، امر طبيعي وارد جدا. المستويات كلها مبتش. ما احنا ليفربول احيانا بيبقى في شوط موضوع وشوط تاني موضوع تاني خالص في نفس المباراة، مش في مباراة متتالية، لا في نفس المباراة. دايما الناس بتضرب مثل بليفربول، بس برضو زي ما اتكلمت مع ضيفي العزيز امبارح مش متذكر كمين بخصوص ليفربول، ان هم عندهم ثبات نسبي في المستوى بسبب ان العناصر بقالها فترة بتلعب مع بعض بمدير فني بقاله فترة كبيرة مع الفريق بمشروع معين هم بيشتغلوا عليه وبينجحوا فيه خلال الموسم ده تحديدا. ايضا توحيد طريقه اللعب في ليفربول واحد. بالظبط، احنا شفنا في ماتش الكاس لما لعب فريق الشباب كان يعني انت تحس ان هو ليفربول الكبير هو اللي بيلعب نفس المستوى نفس الطريقه نفس الاداء نفس التحضير نفس الانطلاقات نفس يعني واضح ان
ان في فلسفه في ليفربول بتطبق. فامر طبيعي النهارده لما هاخد حد سين او صاد من الشباب هطلعه الفريق الاول، هو عارف مكانه، عارف هيتعامل ازاي، تعامل مع ده امر طبيعي في فريقه، فهيبقى ترس بيدخل بيتركب في المكنه، فامر طبيعي مش محتاج وقت ان هو ينسجم يروح يجي يعمل كل الكلام ده مش موجود. فده برضو يعني جزء مهم جدا ان الناس، يعني انا كنت اتمنى ان حتى الاستديوهات تفرد تحليل لهذا الموضوع. يعني ما ليه احنا قلبنا كل حاجه خناقه، ما بناخدش الحاجه الفنيه الحلوه بالزبط. ان انت تتابعها، يعني حتى الـ 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 الاقبال على مشاهده ليفربول بالشباب كانت قليله على اعتبار لا احنا عايزين الكبار، لكن مهم ان انت تتفرج على الصغارين عشان تفهم سياسه الفريق راح فين، يعني الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي عايزه ايه من الكوره، هل الناس دي بتفكر لمرحله ولا لمراحل جايه، يعني واضح ان الفلسفه اعلى من كده، يعني ان في تركيز كبير جدا طبعاً على ما هو اتي اكيد. يعني وفي دراسه طبعا، يعني لان ده فرق برضو النظام، لان هناك ما فيش حاجه اسمها عمل عام، انت دي شركه امريكيه وبتدير اموال اعلى في الدوري الانجليزي وبتحقق ارباح كويسه، فامر طبيعي انها عايزه تستمر في الارباح بتاعتها بشكل افضل. بالظبط. فمش عايز اطول في ليفربول بشكل بس كتير. بمناسبه ليفربول ممكن نقول حاجه، مثلا خبر مثلا معانا من بوابه الاهرام النهارده، واللي بيتكلموا فيه على تصريح للرئيس التنفيذي لليفربول، واللي بيكشف فيه عن صاحب الفضل في التعاقد مع محمد صلاح. تخيل يا استاذ لطفي، صاحب الفضل مين؟ اتفضل. محللي الفريق اللي هم بيحللوا الاداء الفني من خلال متابعتهم لمحمد صلاح لما كان مع تشيلسي، محمد صلاح لما كان مع فلورنتينا وروما، هم اللي قرروا قالوا يا جماعه اللاعب ده ليه ارقام مميزه جدا مع مختلف الفرق اللي شارك فيها، وده على راس اولوياتنا من وجهه نظرنا كمحللين اداء ان هو يكون متواجد. ده بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي اسمه بيتر مور، ده المدير التنفيذي ليفربول. فبص الناس بتفكر ازاي والناس بتشتغل ازاي وبينجحوا، خططهم بتنجح من خلال ان هم جابوا لعيب زي محمد صلاح، ده فرق معاهم قد ايه؟ لا اخفى عليك سرا، ليفربول عنده مدرب لراميات التماس. يعني انت واخد بالك؟ جايب مدرب دنماركي لراميات التماس فقط. يعني شفت المراحل واصله لغايه ايه؟ فامر طبيعي اللي بيفكر بهذا الشكل اكيد عنده سيستم ماشي عليه. محلل الاداء ده، ما هو يعني مش بيحلل اداء الفرقه بس، ده بيبص على اللعيبه اللي بره كمان وبيقترح عليك اسماء. ما هو ده دور برضو، المساله ما تبقاش يعني مش عايزين دايما نبقى واخدين المواضيع قوالب. ان انا دايما ايه، لا ده انا خليني في الدوري بس المحلي ماليش علاقه. لا، ما انا مطلوب مني اشوف حتى في دوريات اخرى. ربما يكون عندي حد كويس. ربما عشان كده التعاقدات بره بتتم بشكل هادئ جدا، صح؟ والتعاقدات في الداخل عندنا بتتم بشكل فيه ازمات بشكل كبير جدا. ليه؟ لان انت ممكن بتجيب صفقه في اخر لحظه دون ان يكون هناك اي نوع من التمهيد ليها، او انت اصبحت مضطر فهتاخد اي حد موجود عندك وخلاص، او تعرضت لازمه ماليه فبالتالي انك هتفكر في لعيب على قد مستوى الفلوس المتوفره عندك في خزينه النادي. بره ما فيش الكلام ده، لانه عارف ان هو بيكسب قد كده، فعارف ان هو يقدر يجيب لعيب وعارف ميزانيته ايه واموره شكلها ايه. فبالتالي التفاوض بيبقى خلصان، الامور دي كلها بتبقى ايه، مرحليه وتمت من زمان واتفق عليها مع مديري الاعمال. وده مش ودي وظيفه مش موجوده في مصر. عندنا وكلاء لاعبين لكن ما عندناش مديرين اعمال بشكل كبير جدا. فامر طبيعي انت بتتعامل مع حد عايز يكبر ياخد اكبر حصيله من النسبه. لكن موضوع مدير اعمال دي مش موجوده عندنا لسه. لسه ما وصلناش احنا لمرحله مدير اعمال. طيب الفترة اللي جاية بقى بالعودة للنادي الأهلي والمباريات اللي قادمة، هل تتوقع أن مستر فايلر يطبق استراتيجية مختلفة لحساسية المواجهات، ولا هيستمر باستراتيجيته اللي بتتمثل في التدوير واللي احنا لاحظناها على مدار الفترة اللي فاتت كلها؟ لا، أنا شايف أن هو هيستمر في نفس فلسفته، هو ما عندوش تغيير في نفس الفلسفة. بنفس الفلسفة. لكن هو يعني ممكن مثلا ماتشين الزمالك واحد بتشكيل والتاني بتشكيل ممكن. وارد. وارد. ما تستبعدش، لان القوالب في الكوره مش موجوده بشكل كبير جدا. كاس اسبانيا ما فيش فيه ريال مدريد وبرشلونه. الاثنين خرجوا. الاثنين خرجوا واحد. فامر طبيعي، يعني ما في مين يقول ان الاثنين هيخرجوا، يعني على الاقل واحد هيوصل مثلاً. يعني كحد ادنى. لكن الكوره ما فيش فيها التعامل ده. وبعدين هو شايف
التدوير. طب التدوير هيبقى على اي مرحله؟ هل بنسبه 20 او 40 او 30 او 60؟ ده يخضع برضو لمستوى قرايته للمباريات المنافسين. فعشان يقدر يحدد اذا كان هيلعب في امر طبيعي ان هو هيغير لعيبه بشكل كبير جدا. طب هو بيغير ليه؟ لانه هو هيبقى عنده قراءات تانية. المباراه الاولى هتختلف عن المباراه التانية بشكل كبير. لان انا في المباراه الاولى هعتقد ان هو هيلعبني بنفس الفلسفه، فهبدا اركز على نفس العناصر. فلما اجي انزل والاقي عناصر تانية غير العناصر اللي موجوده، طب هو في دماغه ايه؟ فهنا بتبقى بتسبب حيره للمديرين الفنيين بره الخطوط. فعشان كده في ناس بتتاخر كتير قوي في قرايه المباراه. شايف ان مستر فايلر بيقرا المباراه بشكل مميز؟ انا شايف ان هو الى حد كبير جدا بيعرف يقرا المنافسين ليه بشكل كويس، ويعرف ازاي يغير من المباراه بسرعه ويلحق نفسه ان ايه خلاص دي التوقيت ده محتاج 1 2 3. فالقراءات دي كلها دي برضو عين مدرب. لو ما فيش عين تقدر تقرا كويس جدا للملعب، برضه بتخلي المدرب دايما على محك دايما انتقادات وما الى ذلك. لكن في النهايه الى الان هو الراجل بصراحه في ديت ماشي كويس، ومسبب حيره كمان للمدربين اللي بيواجهوا النادي الاهلي بخصوص قرايتهم للفريق، التشكيل اللي ممكن يلعب بيه النادي الاهلي، لان التشكيل مش متوقع ومش ثابت. وده هيخلينا نرجع لنفس النقطه، وهو سياسة أو هي سياسة الروتيشن اللي بيقوم بها مستر فايلر، واللي بيبان نجاحها خلال المرحلة الحالية من خلال تواجد أكبر كم ممكن من اللاعبين جاهزين. مفيش شك طبعا. يعني حتى بما فيها من اللي قاعدين بره ممكن المباراة دي ما تناسبوش، يعني برضو الناس صح اللي حصلت كذا مرة ممكن المباراة دي ما تناسبوش. فمن شرط ان انا عشان ابقى جاهز وقاعد بره ان انا وحش او لكن ممكن دايما الناس بتبقى مستعجله او شايفه ان طب ليه ما بيلعبش. ربما تخرج بخبر، تخرج بمعلومه، تخرج بحاجه، ربما تخرج بازمه. لكن في النهايه طالما فرقه الكوره مستقره وبتكسب بهذا الشكل يبقى انا عندي في نسبه نجاح، فلازم احافظ عليها على معدلها عشان اقدر استمر واكمل مشواري. لان انا عندي تفكير اعلى من اللي بيفكروا ليا او بيفكروا فيا، اللي هو انا النهارده اللي قاعد بيتابع المدير الفني وشايف ان هو نزل او ما نزلش بتاع. انت نظرتك لل 90 دقيقه بس، لكن انا مش باصص لل 90 دقيقه، انا باصص لمرحله قدامي. فهنا الرؤيه مختلفه، فالحكم هنا في نسبه كبيره من الخطا ان انا احكم على حد في خلال 90 دقيقه. تمام. ان هو ليه ما لعبش سين وليه قعد صاد وليه التغيير بيتاخر، كل دي مراحل للمدير الفني وليس لاي احد يدخله. بنختلف احيانا ان ايه طب ليه مثلا مستقر على الشحات وليه قفشه هو اللي بيخرج ليه؟ اكيد هو عنده رؤيه فيه. ربما انا شايف ان اللاعب اللي عندي مش هيقدر يؤدي اكتر، مش هاخد منه اكتر من اللي خدته. وبرضه بتيجي مرحله بتلاقي اللعيب حاله الثبات وقفت عنده خلاص، يعني مش هيديني اكتر من اللي خلاص انا خدت اللي انا عايزه خلاص، هو مش هيديني تاني. فانا لازم انزل محرك جديد يقدر يديني اللي انا عايزه خلال ما تبقى من المباراه. وده امر مهم وايجابي جدا، ونتمنى دايما كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الحاسمه المقبله. اتكلمنا شويه على النادي الاهلي ونتكلم عن بعض الملفات المحليه. استاذ لطفي، نستغل طبعا فرصه تواجد حضرتك معانا، وبالتحديد يعني معايا خبر من بابا سبورت بيقول لك ان الجنايني استاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه بيطلب القطبين او بيطلب منهم يعني تغيير موعد مباريات دوري الابطال. وحضرتك عارف القصه دي، وان الاهلي يعني زي ما نقول كده بالعاميه سبق وبعت الميعاد المناسب بالنسبه له للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي اقر بالميعاد ده من 3 ايام او 4 ايام كمان، وقال ان احنا هنلعب يوم 29. نادي الزمالك في المقابل البعض او بعض المسؤولين هناك اتكلموا على اننا احنا بعتنا واحنا كمان عايزين نلعب يوم 29، وليه المشكله وليه الاهلي بيعمل؟ الاهلي ما بيعملش ازمه، الاهلي واخد قرارات او بيدرس الانسب بالنسبه له ايه، وبالتالي بيبعت للاتحاد الافريقي، وده اللي حصل. هل من المنطقي زي ما البوابة سبورت كده كاتبه ان عمرو الجنايني يطلب من الناديين ان هم يغيروا المواعيد عشان الدنيا تمشي يعني، ولا هو القرار في الاخر بيبقى الاتحاد الافريقي بالمناسبه يعني. هو يعني الاتحاد الافريقي برضو قبل ما حضرتك تتكلم معلش يعني
خاطب النادي الاهلي رسميا بميعاد النهائي للمباراه، الميعاد النهائي بالنسبه لنادي الاهلي مباراه سان داونز يوم 29 ومباراه اياب يوم 7. اتفضل يا استاذ. هو انا ليه دايما بعاقب اللي بيشتغل؟ اه حلوه دي. هو انا ليه بعاقب اللي بيشتغل اللي مركز وبكافئ الكسلان؟ صح. اه ليه دايما؟ ده نموذج لعشوائيه الاداره في مصر. تمام. مع كامل احترامي للسين او صاد. تمام. طالما قعدت على كرسي الاداره فلابد ان انا احط اسس للاداره. في فريق اجتهد وذاكر وخطط ونفذ. ليه عاقبه؟ في فريق نايم لسه في العسل لسه ما صحاش. فلما يصحى يقول لا الحقهم، لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده. مع ده 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 عمل احترافي مفيش ليه علاقه. لو احنا بنفكر بهذا الشكل يبقى قول على الكره المصريه السلام ان احنا مش هناخد خطوه لقدام. تمام. المفترض النهارده ان اللجنه دي جايه بتقول لا ده احنا حاجه مختلفه. ما عندناش قيود جمعيه عموميه، ما عندناش ازمات، ما عندناش ما عندناش ما عندناش. طب ادينا بقى. ادينا حاجات احترافيه. ادينا قرارات مهمه. ادينا اليه احترام المجتهد. ما انا ما ينفعش النهارده انك بتعاقبني عشان انا اجتهدت وخدت قرار وبنفذه. لا طب يعني في عرف مين ان حد يقول الكلام ده؟ ايا كان ما يصار او ما يقال، لكن انا اللي بيثير حاله الجدل ديت في مصر طبيعه ان حاله الغموض في كل القرارات وفي كل التصرفات، وان فجاه يبقى في ازمه. طب هو ليه في ازمه؟ الدنيا ماشيه. ما ليفربول لعب في 27 يوم لعب 3 بطولات، شارك في 3 بطولات في 27 يوم. ما قالوا له هتلعب؟ هلعب حاضر. ما قالش لا طب بس انا مش هلعب بالفريق الاول بس هلعب بفريق الشباب. خلاص ماشي خلاص تحر تخرج تقعد، ده مش موضوعي. رغم انتقاد يورجن كلوب في التوقيت ده والراجل قال الراجل قال لكن في النهايه قال ايه؟ وسوف التزم بالمعهد. طبعا. ليه؟ لإن ده احتراف، مفيش فيه في منظومة ماشية ورا قرار. يعني قرار اتاخد فبيمشي وراه تسويق وبيمشي وراه بس تلفزيوني، بيمشي وراه إعلانات، بيمشي وراه مبيعات تيشيرتات، في قصة تانية ماشية وراه. يعني أنا فجأة أوقف القطر أقول لا صب يا جماعة إحنا مش هنمشي دلوقتي إلا إيه أما نشوف إيه القطر اللي جاي ده إيه ظروفه وعنده مشاكله إيه. مفيش حاجة بيعمل الكلام ده يا جماعة. يعني إحنا بقينا في ديل الإدارة الرياضية في أي مكان على المستوى العربي عشان الأمور كلها بتضرب بالعلاقات أو مثلا بالحب زي ما بنقول كده. يعني أنا آسف، أنا ليا رأي تاني. اتفضل. يعني القرارات بتتم بشيء من الجهل، فهو من الجهل في المعلومه فبيوصلك انك تغلط. لا هو فعلا في ناس حتى بتصدر للجمهور معلومات خاطئه جدا، وهم للاسف مقدمي برامج يعني، وبيتكلموا على لوائح غلط خالص مالهاش علاقه بكره القدم، مالهاش علاقه باللوائح الموجوده على ارض الواقع سواء في الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي او كان من ده. دي مشكله برضه او ازمه. ما هو انا لسه منقل شويه ان الجهل الجهل يتعلق باداره باعلام وما الى ذلك. المنظومه الرياضيه بتتعامل في كافه امورها بشيء من الجهل، لان ما عندناش ادارات محترفه تم توظيف او تم تاهيلها انها تتعامل مع او تواكب ما يحدث حاليا في كره القدم على اساس انها صناعه وليست دورات للتسليه في رمضان او ما الى ذلك او في الاجازات او في يعني انت بتلعب بطوله بتنفق عليها قد كده بتتعامل يعني في بتتعاقد مع لاعبين بكام بتصرف كام شهريا بتتعاقد في البث قد كده. طب انا لغايه النهارده مش قادر اقول ان انا هبيع الدوري لقناه اخرى. ليه؟ لان لا عندك جمهور ولا عندك التزام بشكل كبير جدا في المنافسه بشكل قوي. كل ده بيخوف اي حد انه يلعب معاك اقتصاد. تمام. لكن لو في احترافيه في الموضوع هنبدا نفوق، بدليل اللي حصل في السوبر في الامارات حصل في تضارب ما بين هذا وذاك. يعني ده جاب اعلانات وده جاب اعلانات. طب مين ما هو ما فيش حد عارف، احنا بنشتغل مش عارفين. انا بروح بطلع واقول لا ده احنا تمام وبعد كده طب المشكله دي جت منين؟ طب هنعرف انت يا استاذ لطفي؟ هنعرف انت لما الناس اللي بتفهم في شغلها تشتغله. للاسف كل واحد فينا ما بيشتغلش شغلته. ما بيشتغلش يعني البعض، خلينا نقول البعض. نعم البعض لا معظم
المعظم ما بيشتغلش شغلته. لما كل واحد هيشتغل شغلته مش هيبقى عندنا ده. ليه؟ لان خلاص بقت مسائل معروفه واضحه تماما. لكن كل شويه انا عندي ازمه، لا غير الميعاد، لا نروح، لا نيجي، لا القمه ناجلها، لا اصل القمه واحنا بعتنا اهو بقى ايه، احنا بعتنا جواب واكدنا على القمه. هو ايه عباره بعتنا جواب واكدنا على القمه؟ ايه هتتلعب في ميعادها ولا لا؟ اللي بيحصل حاليا من اتحاد الكوره يديك شك ان في قرار كلام على عدم. هو قال لك ايه، انا اهو بعت وقلت وخلاص، وبعت للامن. عارف يعني ايه بعت للامن؟ يعني بلبسها للامن. يعني الكوره في ملعب الامن بقى، انتوا اللي تقولوا. لا انا نفضت عن ايدي بقى خلاص، عشان ما حدش يجي يتهمني بعد كده. تمام. خلاص يا جماعه، عارف احنا بنبادل بعض الاتهامات عشان ايه؟ مين يشيل الليله ومين ما يشيلش الليله، بغض النظر عن مين اللي غلطان. تمام. طيب في جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نختم، مع الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير. الجزئيه المهمه بتتعلق بايه؟ بتتعلق بالكلام اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم في بدايه الحلقه، وتاخر اتحاد الكره في الاعلان عن تطبيق تقنيه الفار بشكل رسمي. المعلومه اللي عندنا من الاخر كده، ان امبارح تم توقيع عقود تنفيذ تقنيه الفار في مصر بشكل رسمي. يعني اتحاد الكره لو عايز بكره ينفذ تقنيه الفار هينفذها. يبقى السؤال هنا، ليه اتحاد الكره ما بيعلنش؟ ليه رئيس لجنه الحكام بيطلع يقول تصريحات اللي هو ايه، ادعي لنا وربنا يسهل وما تقطعش؟ ده السؤال هنا، ليه الامور ماشيه في الاتجاه ده، رغم ان خلاص الموضوع المفروض بشكل رسمي في 18 حكم اتحاد الكره حصل على الرخصه الخاصه بيهم، ناقص 50 حكم خلال 10 ايام هياخدوا الرخصه. يعني المفروض من بدايه الدور الثاني بشكل رسمي، احنا بنقول لحضراتكم على عهده برنامج كلام في الميديا، بشكل رسمي المفروض ان الفار يطبق بدايه من الدور الثاني. تاخر اعلان اتحاد الكره عن الجزئيه دي غريب بالنسبه لي، وده اللي خلى الواحد في بدايه الحلقه بينتقد الناس. يعني ليه بتتاخروا في الاعلان؟ ليه بتقول ما تقلقش؟ ليه بتقول ربنا يسهل؟ كل حاجه طبعا تسهيلات المولى عز وجل. ليه بتقول ما تقاطعش؟ خلي تصريحاتك صريحه على طول، هات لنا المعلومه من الاخر. المعلومه اللي عندنا بناكد لحضراتكم، الفار من الدور الثاني. لو ما تطبقش الفار في الدور الثاني هيبقى اتحاد الكره هو اللي عايز كده، هو اللي مش عايز يطبقه. لكن كل الاجراءات انتهت بشكل رسمي امبارح، بشكل رسمي. تعليق حضرتك سريعا يا استاذ لطفي. لا هو ما اعتقدش انه يطبق كمان من الدور الثاني. تمام. هو ممكن يجربوا الفار في الاسابيع الاخيره من الدور الثاني. بس العقود اتوقعت والرخص جت وكل حاجه، 18 حكم خدوا الرخصه، ناقص 50 خلال 10 ايام بالكتير الموضوع هيخلص. يعني الدور الثاني في بدايه في يوم 9 مارس المفروض يطبق الفار. مش كل حاجه بتخضع للقرارات الاجرائيه. حلو. بتخضع ليه؟ بتخضع ليه النهارده؟ طب انا لو في مباريات حساسه وانا هعمل فيها ازمه، ما هو خلي بالك حسابات اخرى. الخوف من المواجهه يخلق مشاكل بشكل كبير جدا، واحنا تعودنا الهروب من المواجهات، فده اللي بيخلينا دايما هربانين وبنتكلم كلام. حتى الكلام اللي بيتقال لا يقال. يعني مش منطق. يعني ايه ربنا يسهل؟ ما هو كل حاجه بتسهل ربنا طبعًا. يا جماعه بس الشيء اللي انا اعرفه اقول ايه، والله انا هطبق من الاسبوع كذا، عندي كذا. لكن التعتيم يؤكد ان هناك في الامور امور كثيره، وان كنت اؤكد مع حضرتك ان هي هتبقى في الاسابيع الاخيره. خلاص الدوري اتحسم والدنيا راحت والدنيا جت ونقدر نتعامل. استاذ لطفي استمتعت بيك النهارده، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك، ربنا يبارك. شكرا جزيلا استاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره حلقه اخرى هامه جدا وهي حلقه الخميس، والحديث عن كل ملفات هذا الاسبوع، وكمان الحديث عن الاستعدادات النهائيه للنادي الاهلي لمواجهه فريق المصري البورسعيدي يوم الجمعه باذن الله تعالى. استنونا بكره في حلقه جديده، الى اللقاء.